المشاهد، عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بيك في حلقة جديدة من برنامج حكمة في حكاية. السيد المسيح كان يقول يصنع خيرا. لما كان بيتكلم كلام عميق، كله حكم، كله تعليم صالحة للحياة الأرضية وللحياة الأبدية. وأيضا عندما كان يقول كان يصنع معجزات، كان يهتم بكل إنسان، كان يشفق على كل إنسان متألم، كل إنسان مريض، كل إنسان حزين. صنع معجزات من أجل خير الإنسانية. ما كانش غرضه أبدا أنه يعمل هالة من القداسة حوالين ذاته لأنه هو قدوس، ولا كان غرضه أنه يلفت أنظار الناس ليه بالمعجزات اللي كان بيعملها، لكن كان كل غرضه أنه يصل إلى الإنسان المتألم، يصل إلى الإنسان المريض. النهاردة هنقف عند معجزة تانية عملها السيد المسيح، والمعجزة ديت برضو يعني دونها لينا البشير يوحنا فقط، مش هنلاقيها لا في بشارة متى ولا في بشارة مرقس ولا في بشارة لوقا، لكن دي مدونة في بشارة يوحنا. زي ما المعجزة بتاعة تحويل الماء إلى خمر انفرد بيها البشير يوحنا، كذلك معجزة شفاء ابن خادم الملك انفرد بيها برضو البشير يوحنا. وخلوني في البداية أقرأ ليكم الحكاية بتاعة المعجزة ديت في بشارة يوحنا أصحاح 4، وهقرأ الآيات من 43 لغاية 54. وبعد اليومين خرج من هناك ومضى إلى الجليل، لأن يسوع نفسه شهد أن ليس لنبي كرامة في وطنه. فلما جاء إلى الجليل قبله الجليليون، إذ كانوا قد عاينوا كل ما فعل في أورشليم في العيد، لأنهم هم أيضا جاءوا إلى العيد. فجاء يسوع أيضا إلى قانا الجليل، حيث صنع الماء خمرا. وكان خادم للملك ابنه مريض في كفر نحوم. هذا إذ سمع أن يسوع قد جاء من اليهودية إلى الجليل، انطلق إليه وسأله أن ينزل ويشفي ابنه، لأنه كان مشرفا على الموت. فقال له يسوع: لا تؤمنون إن لم تروا آيات وعجائب. قال له خادم الملك: يا سيد، انزل قبل أن يموت ابني. قال له يسوع: اذهب، ابنك حي. فآمن الرجل بالكلمة التي قالها له يسوع وذهب. وفيما هو نازل استقبله عبيده وأخبروه قائلين: إن ابنك حي. فاستخبرهم عن الساعة التي فيها أخذ يتعافى. فقالوا له: أمس في الساعة 7 تركته الحمى. ففهم الأب أنه في تلك الساعة التي قال له فيها يسوع: إن ابنك حي، فآمن هو وبيته كله. هذه أيضا آية ثانية صنعها يسوع لما جاء من اليهودية إلى الجليل. بشير يوحنا انفرد لينا بهذه المعجزة علشان عايز يقول لنا إن المسيح في المعجزة الأولى لما حول الماء إلى خمر كان بنفسه موجود في موقع الحدث، كان بنفسه موجود قدام الماء وقدر يحوله إلى خمر. لكن في المعجزة ديت قاصد البشير يوحنا يقول لنا إن المسيح مش بس يقدر يعمل معجزات وهو موجود في نفس مكان المعجزة، لكن المسيح بيقدر يعمل معجزات عن بعد. وده اللي حصل في معجزة شفاء ابن خادم الملك. بيقول لنا البشير يوحنا إن المسيح مضى إلى الجليل ومضى إلى الجليل. بيقول يوحنا: لأن يسوع نفسه شهد أن ليس لنبي كرامة في وطنه. الحقيقة المسيح كان غير مقبول من بعض الناس، من رجال الدين اليهودي، من الفريسيين، من المتعصبين. مثلا بنجد ان بعض الناس اللي كانوا بيختلفوا معاه في طريقة تعليمه، الناس الأصوليين الحرفيين، المسيح جه بأفكار جديدة ضد الحرفية، ضد التزمت، فكانوا الناس يعني واخدين منه موقف. فالمسيح قال انه ليس لنبي كرامة في وطنه، فذهب إلى الجليل. فلما جاء إلى الجليل قبله الجليليون. ليه؟ يوحنا بيقول لنا إن الجليليين قبلوا المسيح إذ كانوا قد عاينوا كل ما فعل في أورشليم في العيد. هنا يعني شافوا تأثير المسيح وشافوا قوة تعليم المسيح، فعشان كده يسوع جاء إلى قانا الجليل، جه للمكان اللي فيه صنع المعجزة بتاعة تحويل الماء إلى خمر في العرس. كان بقى موجود في هذا المكان خادم للملك وابنه كان مريض في كفرناحوم. واضح من سياق الحكاية أن ابن هذا الخادم كان مريضا بالحمى. طبعا في الوقت دوت ما كانش الطب متقدم، وكان في ناس كتير بتصاب بأمراض كثيرة، وكان في عدد كبير جدا من الناس بيموتوا لأن ما كانش فيه أدوية كافية ولا أطباء أكفاء يقدروا إن هم يكونوا بيساعدوا المرضى في ذلك الوقت. فهذا الخادم كان عنده ابنه مريض في كفرناحوم، وسمع إن يسوع جاء من اليهودية إلى الجليل، فراح للمسيح. والراجل ده يعني طبعا ربما سمع عن المسيح وعن قدرته وعن كفاءته، بس الراجل كان عنده تصور ان المعجزة مش ممكن تحصل غير لو المسيح موجود قدام المريض، لكن ما كانش عنده تصور ان ممكن المسيح يعمل معجزة شفاء عن بعد. فعشان كده سمع عن المسيح وراح له وقال له كده: انت لازم تنزل تسافر معايا، تنزل وتشفي ابني لأن ابني مشرفا على الموت. فكان رد المسيح على هذا الرجل أنه لا تؤمنون إن لم تروا آيات وعجائب. وهنا الحقيقة دي مشكلة عدد كبير جدا من الناس، بتبقى عايزة علشان تصدق تشوف معجزة، علشان تؤمن تشوف معجزة. وإيمان المعجزات على فكرة مش هو أقوى إيمان، لا، الإيمان القوي هو اللي أنت تصدق وتآمن حتى لو لم تحدث معجزة. وده الكلام اللي المسيح قاله لتوما: طوبى للذين آمنوا ولم يروا. إن أنت تصدق في قدرة المسيح، تصدق في قوة المسيح على أنه يصنع معجزات حتى لو لم ترى بعينيك. فالمسيح قال له: أنتم لا تؤمنون إن لم تروا آيات وعجائب. فالخادم قال له: ابني شارف على الموت، فمن فضلك انزل علشان تشفي ابني. المسيح راح قال له: اذهب ابنك حي. وهنا دي المفاجأة، المسيح كان بعيدا عن موقع الحدث. هذا الابن المصاب بالحمى لم يلتقي بالمسيح وجها لوجه، المسيح ما حطش ايده عليه، ما لمسوش، لكن ده في مكان وده في مكان. لكن المسيح قال للخادم: انت عايزني انزل، عايزني الحق ابنك اللي عنده حمى؟ لا، في تلك الساعة ابنك حي. فآمن الرجل بالكلمة التي قالها له يسوع وذهب. هو هنا ذهب رايح عايز يشوف فعلا ابنه خف ولا لا. فأثناء ما هو ماشي تقابل مع عبيده، وعبيده كانوا موجودين في موقع الحدث مع الابن المريض. فعبيده يظهر كانوا رايحين يخبروه بأن ابنه خف، فيتقابلوا مع بعض في منتصف الطريق. العبيد قالوا له ايه؟ قالوا له ان ابنك حي. فقال لهم طيب امتى ابتدى يخف؟ امتى ابتدى يفوق؟ امتى ابتدى يتحرك؟ امتى الحمى تركته؟ فالعبيد اللي كانوا موجودين مع الابن المريض قالوا له كده، قالوا له امس في الساعة 7 تركته الحمى. هنا كانوا حافظين التوقيت، الساعة 7 امبارح. فكان الموقف بتاع هذا الخادم انه قال انه في تلك الساعة التي قال له فيها يسوع ان ابنك حي. يعني في ذات اللحظة اللي المسيح قال له ابنك حي كانت الساعة 7 في الوقت اللي فيه هذا الابن شفي من الحمى. معجزة بتقول لنا ان المسيح القادر على كل شيء، الله الظاهر في الجسد، مش بس بيعمل معجزة وهو موجود في نفس المكان بتاع الحدث، مش بس وهو موجود في نفس مكان المعجزة، لكن ده بيقدر يشفي عن بعد، لأنه هو الله الظاهر في الجسد القادر على كل شيء. البشير يوحنا بيأكد لينا بقى، بيقول لنا إن هذا الرجل، هذا الخادم، آمن هو وبيته كله، كل البيت، كل الأسرة آمنت بالمسيح الشافي، المسيح المخلص، المسيح القادر على كل شيء. وبيأكد لنا البشير يوحنا في الآية 54 بقى إن هذه أيضا آية ثانية صنعها يسوع لما جاء من اليهودية إلى الجليل. الآية الأولى المسيح حول الماء إلى خمر، والآية الثانية إنه شفى خادم، شفى ابن خادم الملك. عزيزي المشاهد، عزيزي المستمع، هذا هو المسيح، المسيح القادر على كل شيء، المسيح الذي لا ينبغي أن نقارنه لا بإنسان آخر ولا بنبي آخر. معجزاته، آياته، ما فعله، كل هذه الأمور تؤكد أنه شخص الله الظاهر في الجسد القادر على كل شيء. المسيح صعد حيا إلى السماء، وعشان كده هو مستعد أنه يصنع معنا أيضا معجزات. عصر المعجزات لم ينتهي، المسيح حي وموجود. تعال إليه بمشكلتك، بمرضك، بظروفك، هو يقدر، هو يستطيع، هو لديه سلطان على المرض، يستطيع كل شيء ولا يعثر عليه أمر. كل ما هو مطلوب منك أن تثق، أن تؤمن، أن تصدق في قدرة المسيح وفي قوته. وإلى أن نلتقي في حلقة مقبلة وحكمة في حكاية.